من الرسائل التي يرسلها الأولاد والتي تظهر لنا أنهم ليسوا في راحة معنا، ليسوا في انسجام، هي انسحابهم من الصالة أو جلوسهم هناك بعيد، أو عدم رغبتهم في مشاركتنا في الفسح والزوارة. اللي يظهر أحيانا على أنه يعني انشغال، يمكن في ألعاب الكمبيوتر أو انشغال في مع ربعهم. هو لا لا لا، الأولاد إذا أحبوا الصالة يسألون عن أبوهم، والبنات والأولاد يعني الذكور والإناث يعملون حفلة إذا كان الأب من النوع الشعبي المحبوب. طيب هذا الشعبي المحبوب اللي يجذب الأولاد، ما صفاته؟ صفاته أنه قليل النقد، بل معدوم النقد، لا يعدم، لا ينتقد ولا ينتقص ولا يركز على الولد، يعني يزن عليه، يحسن النصح وينوعه. عندما تكثر النصح والتقريع والتأكيد على السلبيات والتركيز على ولد بعينه، فعلم أنه سيفر منك، والمجلس سيكون ثقيل الظل، ونفسك ستكون ثقيلة عليه، كما يقول راكان: في مجلس ما فيه نفس ثجيلة يحلو الفنجان مع سيحة البال مع الراحة. لكن عندما يكون أنا قاعد في معتقل أو في معسكر وأدري أن الكشافات مسلطة عليه، لا بالله ما بيهم ولا بها العيشة، أنا قاعدتي عند راعي الدكان أو في الفرع أو 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 الديوانية عند ربيعي، أو انسحابي بشكل عام إلى الشاتنج أو إلى أي شيء آخر، هذا في راحة لي أخي، أنا أقدر هناك، بينما هنا لست أقدر. هنا البنت ليست يعني تشعر بأنها ناقصة، وهذا مجال مجالات الانحراف، أن يبدأ الفرار من الصالة، ثم بعد ذلك يؤنس بالفاسد، ثم بعد ذلك ينسحب ولده. انتبهوا واجعلوا صالاتكم جاذبة بقلة النقد والتركيز على العيوب، واستبدلوا ذلك بالمدح والثناء والتأكيد على الإيجابيات، حتى نحفظ أولادنا معنا الولد الفار من الصالة وولد قد كثر انتقاده وانتقاصه.